بستأذن حضرتك على حاجة. فعلا طبعا تحت أمرك. فعلا الأمهات والأبهات بيعملوا مجهود كتير علشان يلفوا، يعني قصدي علشان فعلا الأمهات والأبهات عشان ياخدوا بالهم من أولادهم كتير. والأمهات والأبهات فعلا هما أيوة سندنا وظهرنا في كل حتة. يا خراب انا هاخدك اروح بيك انا. انت بصي خلاص كده انا هروح بيكم انتوا الاثنين، هاخدكم معايا عشان هتعلموا ولادي الادب اللي مطلعين عيني دول الاثنين. لا والله دول هيبقوا عساسين ان شاء الله، لما يعني ان شاء الله هم عشان يعني عساسين. ايه دول بقوا في الجامعه؟ ده انا تعبت جدا. عساسين ايه ده انت اللي عسوله؟